أنت ترى الأشياء وتقول لماذا؟ لكن أنا أحلم بأشياء لم تتحقق وأقول لما لا؟ قالها جورج برنارد شو الذي رفض جميع دور النشر في بريطانيا نشر أعماله في بداياته، وعندما نشرت أول مسرحية له تعرض لانتقادات عديدة، فظل يكتب المسرحيات حتى نجح، ولاقت مسرحياته استحسان الجمهور والنقاد. حصل شو على جائزة نوبل في الأدب، كما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل كتابة سينمائية.